السلام عليكم. دلوقتي يا جماعة احنا كنا جايبين المعجون جوتن ولقينا ان المحارة خشنة جدا جدا، ومعجونة الاستوكو بتاعة جوتن طبعا بتبقى حاجة زي المرهم. فعشان نظبط الدنيا كده لان الوضع سيء جدا، يعني هي المحارة مظبوطة مزمية وعلى القدة ومفيهاش كلام، لكن الرملة بتاعتها حرشة جدا زي ما احنا شايفين كده. تمام، هنا طبعا سحبت المعجونة عاملة زي يعني الحيطة امتصتها ولا كأني عملت أي حاجة. فهنعمل حاجة بسيطة خالص عشان لو حد قابله نفس المشكلة دي بعد كده، حاجة بسيطة جدا جدا، هنحط حبة سبيلاك على المعجونة ونقلبها. تمام، شعلة سبيلاك كده وهنحطها وندورها بالدريل. هنجرب بقى كده ونشوف النتيجة، أكيد إن شاء الله هيكون في فرق كبير. المعجونة بقت واقفة على الكفة أهيت، وده مؤشر إن هي بقت كويسة جدا أهوت، فإن شاء الله هتملى في الحيطة. ومحدش يقول لي معجون جبس ومعجون سافيتو والكلام ده، لأن أنا مبحبوش، مبحبش أدخل أي معجون جبس في الحيطة. تمام، لأن المعجون الجبس معجونة ضعيفة في نظر أنا، يعني معجونة ضعيفة وما تستحملش أي مقاومة مية بعد كده، ممكن تفول أو تفصل عن الأكريليك لو اشتغلت جبس وعليه أكريليك حتى لو عزلت بصلة. المهم كلها طرق مش تمام، فأنا بحبهاش وأحب أشتغل بالأكريليك على طول. تمام، نجرب كده ونشوف. أنا عملت بيها سكينة أهيت، فعلا ملت وملت كويس جدا جدا، ومسكت نفسها وما عادش سايبه معايا زي ما كنت شغال بيها هنا. يعني ديات متاخده صد غط مش ماليه خالص لحد الجزء ده كده من غير السفداجه، من اول هنا لحد الاخر بعد ما حطيت السفداجه فرقت كتير جدا جدا وتقلت، وفي نفس الوقت ما اثرتش معايا في السحب قوي. فكانت حاجة بسيطة بس حبيت ان انا اشاركها معاكم، وعشان خاطر لو حد اتحط في نفس الموقف بعد كده، لان فعلا المعجونة خشنة، فيا اما تجيب بريفكس جوتن لو هتشتغل كله جوتن يعني، او تحط شوية سبيداج زي ما احنا قلنا. هي شوية سبيداج هتغرق لك الشقة، تتقل بس المعجونة شوية وانت شغال، وانت اشتغلت بنفس الجودة من غير ما اشتغلت بنفس الجودة، وفي نفس الوقت ما تعبتش نفسك وتدي سكاكين كتير وكلام من ده. تمام، طبعا ديت لسه طرية، ديت نشفت، فهنلاقي ديت البياض بتاعها اكتر من دي، لكن دي لو اتسبت كمان 5 دقايق بياضها هيعدي ديت بكتير، لكن لما نيجي من الجنب هنلاقي ان ديت مالية كويس جدا. تمام، لما نيجي لهنا لا مش مالية خالص، مع ان ديت انا خدتها صد رد، ديت فردتها وسبتها شوية وبعدين لميتها. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.